طيب ما بتخافش حضرتك انه يعني جماعة الإخوان حتى وهي تحتضر يعني بسبب ممارساتها السابقة وبسبب فشلهم في السلطة وبسبب لجوئهم إلى الإرهاب، لكن يحاولون استغلال بعض الفئات اللي الدولة أو الحكومة الآن تأخذ مواقف تحت شعار تطبيق القانون بقوة، زي مثلا الباعة الجائلين، يقال انه جماعة الاخوان سوف تستخدمهم يوم 3/7 تستغل قضيتهم يعني. مش هيعرفوا، لان الباعة الجائلين دول ناس جزء من مجتمعنا. انا اتصلت بالباعة الجائلين والمحافظين وقعدت معاهم وهقعد معاهم، لان احنا يعني حتى في تعاملنا مع هذه القضيه احنا كنا بنتعامل فيها ببعد اجتماعي. يعني لما خدنا قرار ان احنا نبتدي الحقيقه يرجع وسط البلد اللي هو وسط القاهره، الى طبعا حضرتك شايف كان وصل إلى مرحلة، الحقيقة مرحلة مؤلمة. ما كنتش تقدر تمشي في شارع سليمان باشا إلا بحارة واحدة، الشارع اللي هو طول عمره يعني نقدر نقول تراث احنا فخورين بيه، وسط البلد بالكامل، شارع فؤاد، شارع سليمان باشا، قصر النيل. ابتديناها بالتدريج، يعني احنا طلبنا منهم أولا اطلعوا على الأرصفة، والحقيقة الناس التزموا. ابتدينا ندور على مكان مؤقت ليهم اللي هو في أرض الترجمان، وقعدنا مع ممثلين ليهم ونزلت معاهم إلى أرض الترجمان وعيننا المكان ده. يعني العملية ما حدش هيعرف أبدا طول ما احنا في الشارع ومع الناس إنه يسوء علاقتنا بالناس. فأنا بقول محاولات يائسة بائسة، الشعب عارف كويس قوي، واحنا على تواصل، واحنا مش ضد أي حد، ولكن بيتهيألي حق الشعب علينا ان احنا ننظم ونرجع بلدنا كما كانت، وان شاء الله تبقى احلى مما كانت. يعني الشعار هو سنطبق القانون بكل الوسائل ودون تهاون، يعني سنطبق القانون ونحن نراعي البعد الاجتماعي في كل حركة لينا، لان دول اهلنا، سنطبق وهم اللي هيساعدونا على تطبيق القانون. وانا براهن، انا براهن على الضمير الوطني وعلى أصالة شعب مصر. أنا براهن إن أكبر، شوف يعني شعب مصر ده شعب عظيم، يعني شعب في جميع مراحل التاريخ أثبت إن طول ما أنت بتحنو إليه وبتصل بيه وبتتصل بيه وبيبقى فيه نوع من التواصل، هو بيفهمك وبتفهمه، وبتبقى الكلام واضح إن يا جماعة دي وسط البلد، ما ينفعش كده. طب احنا عارفين تماما ان ده مصدر رزقكم، وان انتم لجأتوا لهذا لان مفيش فرص وانه عاوز للعمل، يعود الى بيته بدخل ينفق فلا على يمكن ان اسرته نقف يعني. ضدهم، ولكن هم هيقفوا معانا في التنظيم، في ايجاد اماكن بديلة. احنا النهارده عندنا الترجمان، عندنا مكان كبير جدا في حلوان في 15 مايو، في ايضا في مؤسسة الزكاة، كانت وزارة الأوقاف عملت سوق كبير جدا، كل ده احنا شغالين فيه بحيث ان يكون هناك بدائل، وفي نفس الوقت شغالين في حاجة أهم وأهم وأهم اللي هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد وخلق فرص عمل للشباب. ده اللي هو لأن احنا لما نبص المشكلة لازم نبص ايه اللي جاب المشكلة وايه الحلول اللي لازم الحكومة تنتهجها. فإحنا بنتعامل دايما مع مشاكلنا بخطة قصيرة المدى وخطة متوسطة وخطة طبعا طويلة المدى. قصيرة المدى هو إعادة الانضباط وإعادة رونق إلى بلدنا، والكلام ده يتطلب مرحلة انتقالية، إن الباعة الجائلين ينتقلوا في مكان يقدر يكون يعني أكثر مناسبة بدل ليهم وللبلد، بدل ما يبقوا في وسط البلد.